السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات بنحتاج نعمل ري رايتر للمقالة، ممكن تكون في بعض الاقتباسات، فانت بتدور عن المرادفات، فانت تاخد المقالة وترفعها على الموقع دوت، هتلاقي الرابط اسفل الفيديو، وبعد كده هو بيبدأ يعمل لها اعادة صياغة، بيبدأ يشوف المرادفات بتاعة الجملة ويبدأ يديك الحاجة اللي انت مناسبة ليها. هو بيقبل وورد، بيقبل بي دي اف، بيقبل ار تي اف. تبدأ ترفع الملف، سواء مثلا ممكن يكون موجود على جوجل درايف او موجود على دروب بوكس، او ممكن ترفعه من الجهاز عندك، وهو بيبدأ يفحص المقالة ويبدأ يشوف المرادفات ليها. فده حل كويس جدا لموضوع البلاجرازم او النقل.